واسمحوا لي يمكن هبدأ بالحدث المهم اللي حضراتكم تابعتوه امبارح في القمة المصرية السعودية اللي تمت على أرض مصر أمس برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء السعودي. والحقيقة يمكن طبعا يعني الزيارة كانت بتحمل أكثر من العديد من الرسائل المهمة جدا جدا في هذا التوقيت الدقيق من أوضاع المنطقة. طبعا جزء مهم من المحادثات والكلام اللي تم كان على الأوضاع الإقليمية والتنسيق الكامل اللي بيتم بين مصر والسعودية في هذا الإطار، والتعامل مع المتغيرات السريعة جدا اللي بتحصل، وضرورة وضمان التنسيق الكامل ما بين البلدين المهمين اللي بيمثلوا يعني جناحي الأمة العربية والإسلامية من أهم الدول المؤثرة في المنطقة. طبعا طبعا أيضا تطرق الأمر لبقية التحديات اللي موجودة في مناطق الصراع المختلفة، ودي طبعا برضو مرة أخرى توافقت الحقيقة كل الرؤى ما بين المملكة ومصر في هذه الصراعات، وإزاي إن احنا توحيد الجهود يعني وبذل كل الجهد الممكن لمحاولة تجنب المنطقة لتداعيات هذه الصراعات، وأيضا محاولة الوصول إلى حلول سلمية ليها. الجزء المهم هو طبعا اللي تعلق بالعلاقات الثنائية، وحضراتكم شاهدتوا طبعا يعني ان تشرفنا بان فخامة الرئيس وسمو الامير ولي العهد شهدوا توقيع اولا تأسيس المجلس التنسيقي الاعلى المصري السعودي، ودي آلية مهمة جدا هيكون من خلالها بيتم يعني تنسيق كامل على اعلى مستوى المجلس برئاسة فخامة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وتحتيهم التشكيل من الوزراء المعنيين، بحيث يتم التنسيق في كل المجالات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وأيضا فيما يخص الشق بقى السياسي والخارجي العلاقات الخاصة بالإقليم. وإن شاء الله طبعا هذا المجلس هيكون له صفة يعني ليها تنظيم معين، وإن شاء الله ده هيبقى بيعمل على هدفه الرئيسي هو يعني تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين، واللي إن شاء الله بنأمل إنها تشهد طفرة كبيرة أيضا في خلال الفترة القادمة.